حصة هاشم إلى الشرفاء في حماس أنكم اليوم إن تخاذلتم أو تراجعتم عن نصرة القدس لن تجدوا غدا ما تدافعون عن أو تتواجدون على أرض فلسطين من أجله. نحن لا نقول نحن فتح، نحن نقول شعبنا الفلسطيني وفي مقدمته حركة فتح. فعدنان غيث على خطى ياسر عرفات وعلى خطى محمود عباس، عدنان غيث على خطى الشهداء أبو جهاد وأبو الهول وكل الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية والتحرير. نعم إخوتنا رفاقنا أخواتنا، إننا نوجه رسالتنا إلى كل المتخاذلين والخونة والأنذال والعملاء، ونقول أن فتح وفصائل منظمة التحرير والفصائل الوطنية والأجهزة الأمنية لها التحية والتقدير، الذين وقفوا سدا منيعا أمام التسريب وقرعوا جرس الإنذار ليقولوا أن هناك كارثة تحصل بالقدس. كل هذا كان لن ينكشف لولا أن الأخ، وأنا أقولها بصدق وبقناعة، لولا أن الأخ عدنان غيث أبو عدي علق الجرس وقال إن بالأمر خيانة لك أبا عدي ولكل إخوتك ولكل زملائك المعتقلين التحية والتقدير. ونحن نقول أننا جميعا لسنا مشاريع اعتقال، بل والله نقول أننا مستعدون أن نكون مشاريع شهادة من أجل القدس ومن أجل تراب القدس. وأشكركم جميعا، ولا نريد أن نلوم أحدا لعدم الحضور، فالقادة بالعادة لا ينتظرون، يتقدمون الصفوف ومن يلحق فليلحق. وأبا عدي تقدم ونحن سنلحق، ونرجو أن يلحق بنا كل الشرفاء والمخلصين. أخي أبا خميس، أترك لك الكلام لتقول كلمة الخان الأحمر وتقول كلمتكم، وأقول لكم جميعا إن شاء الله إنها ثورة حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس. شكرا لكم. بدك حرب بنعل الحرب وبنشعلها شرق وغرب وبنلعن شرفك يا الهابل يا ابو الشرشوحة يا ترمب وبنلعن شرفك يا الهابل يا ابو الشرشوحة يا ترمب. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الذين تحدثوا قبلي تحدثوا عن الواقع اليوم، أنا أريد أن أعود قليلا إلى الوراء. عندما ولد شبلو ابن حركة فتح أو حركة فتح بالذات جن جنون الاحتلال، فكانت هناك المطاردات إلى القادة والثوار بالطائرات والدبابات وكل ما يملك، فكانت الحرب مفتوحة بيننا وبينه سجال، ليس في الوطن إنما في كل أنحاء العالم. حتى الكاتب الفلسطيني لم ينجى منهم، ناجي العلي، غسان كنفاني، ماجد شرار، فكيف أخي أبو عدي سيتركوك وأنت في قلب القدس تزهر كالأسد إذا طاردوا وأعدموا القادة خارج الوطن؟ فهذا شعب لا يلين، نموت أو ننتصر أو ننتصر كما قال عمر المختار. فهناك أطول حرب خدناها معه بين العرب والمسلمين والاحتلال عام 1982، 83 يوما للأسف، وكانت الأمة العربية تتفرج. وعندما خرج القائد الرمز من بيروت
سئل إلى أين؟ فقال إلى القدس، إلى القدس، إلى القدس. فكثير من الأمة انتهش، خارج من بيروت ويقول إلى القدس، لأن خلفه شعب إرادة لن تلين. فكان هناك الحصار على الرمز للتنازل عن القدس. فلقد استشهد الرئيس الرمز ياسر عرفات من أجل القدس، من أجل القدس، من أجل القدس. أخي أبو هدي لا تستغرب، فقبلك سيادة الرئيس كانت هناك تمرير صفقة القرن، ففي كل المحافل في خارج العالم قال لا، ولقد حوصر اقتصاديا وسياسيا حتى يجففوا منابع الشعب الفلسطيني. هم لا يعلمون أن هذا الشعب حارب ما قبلهم عشرات السنين ولم يياس ولم يكن. أنا أهنئ أبناء القدس بهذا القائد العظيم، لأنه ضرب عصب الاحتلال المركزي، ألا وهو تسريب العقارات والأراضي. فهذا هو عصب الاحتلال في القدس. لن يكون منا أو قادة منا من يتكلم في التنازل عن أي شبر من فلسطين. ففلسطين لنا شاء من شاء وأبى من أبى. فلقد مر على جلد فلسطين، كانت هناك عشرات من الاحتلالات وكلها ذابت، وبقيت فلسطين وبقي الشعب الفلسطيني. أخي أبو عدي، رسالتي إليك من الخان الأحمر، باسم الخان الأحمر وباسم كل قبائل البدوية في بادية فلسطين، نحن سندافع عن البوابة الشرقية لمحافظتك الخان الأحمر ولن نتنازل. وإن شاء الله سيأتي يوم من هنا نحن وإياك إلى القدس لنرفع علم فلسطين، علم آذنها وكنائسها، شاء من شاء وأبى من أبى، وإنها لثورة حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس. وشكرا. تجري الآن مواجهات قوية في القدس، في مناطق الطور والعزرية والعزوية وسلوان، فندعو الله أن يكون مع شباب القدس. أخيرا نقول لأخي أبا عدي، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد أصابك سهم ذليل وغدرا رماك ذراع كليل، ستبتر يوما فصبر جميل ولم يدم بعد عرين الأسود. شكرا لكل من حضر وشكرا لكل من شاركنا في هذه الوقفة، وندعو الله أن يمن على أسرانا وعلى أخينا أبا عدي بالحرية إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت الفعالية المساندة لمحافظ القدس عدنان غيث المعتقل، ليس دعما وإسنادا له بل أيضا لكل الأسرى المقدسيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال فجر هذا اليوم. 32 معتقلا اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد مداهمة منازلهم فجرا، لذلك كان هنالك على مدار هذا اليوم عرض كل المعتقلين على ما تسمى محكمة الصلح التي مددت اعتقال المعتقلين حتى يوم الخميس. أيضا محافظ القدس عدنان غيث تم تمديده حتى يوم الخميس. انضم إلي للتعليق على هذه الوقفة المساندة لمحافظ القدس عدنان غيث، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله الأثيرة. أهلا بك معنا ضمن هذه التغطية الخاصة والمباشرة لفلسطين مباشر. الرسالة اليوم من خلال هذه الوقفة في قرية الخان الأحمر، يعني
هذه الجماهير التي حضرت إلى هنا، حضرت لترسل رسالة واضحة صريحة أن القدس خط أحمر، أن شبابنا بالقدس خط أحمر، أن اعتقالكم وأسركم لأخونا عدنان ومنعه من التحرك سيكون له رد. هذا واضح. غدا علينا لدينا اجتماع بالمجلس الثوري لحركة فتح وسيكون هناك لدينا قرار. اليوم أرسلت الرسالة واضحة من الكل المقدسي والكل الفلسطيني إلى نتنياهو، يكفي صلف، يكفي عناد، يكفي تياسة، لا تدفع جماهيرنا للانفجار. وأنا أحذر أن الانفجار سيكون قادم ولن يكون بعيد. فالقدس هي فلسطين، القدس هي كل فلسطين، ولا معنى لفلسطين بدون القدس. واستمرار هذه الاعتداءات على المقدسيين وعلى حجارة القدس سيكون لها ما بعدها. شكرا جزيلا على هذه المداخلة، عبد الله الأتيري عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أيضا ينضم إلي مشاهدينا في إطار هذه التغطية عادل أبو زناد نائب أمين سر حركة فتح لإقليم القدس، أهلا بك معنا. يعني على مدار هذا اليوم تم عرض كل المعتقلين على محاكم الاحتلال، تمديد كل المعتقلين حتى يوم الخميس، اعتداء وهجمة على القدس، على المقدسات، على القيادات، على الأرض، على الإنسان. ومن الخان الأحمر هذه القرية البدوية الصامدة كان هنالك وقف وصوت رفع تنديدا باعتقال محافظ القدس. ماذا يمكن أن يقال في هذا السياق وبعد كل هذه المعطيات؟ يعني هناك هجمة شرسة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية مدعمة بالأجهزة المخابرات الإسرائيلية. منذ الأمس تم اعتقال أكثر من 32 كادر من كوادر حركة فتح والأجهزة الأمنية، وأيضا الأخ تم اعتقال الأخ عدنان غيث محافظ القدس. هذه سياسة الاحتلال لطمس الهوية المقدسية. هذا الشعب المقدسي لن يركع، لن يرفع الراية البيضاء، سيبقى صامدا في أرضه، هذه أرضنا، وإن أردتم فاذهبوا وارحلوا عن مقدساتنا. هذه القدس مقدسات الإسلامية والمسيحية لن تبقى إلا عربية. سندافع بكل ما أتينا من قوة عن أرضنا، عن عرضنا، عن مسجدنا، عن المسجد الأقصى. الحديث على أن هنالك الاحتلال يدعي بأن هذه الاعتقالات كون المعتقلين هم أبناء حركة فتح ومنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ماذا يمكن أن يقال؟ وكل فلسطيني يصمد على أرضه عمليا هو يثبت بأن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي عربية. نعم، هناك استهداف واضح لكوادر حركة فتح وأيضا الأجهزة الأمنية. هناك هجمة شرسة ومنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال. بالأمس كان في هناك هدم لبيوت في القدس، في جبل مكبر، في مخيم شعفاط. هناك استهداف لكل ما هو مقدسي، هناك استهداف لمعالم القدس. تحاول الإسرائيل وعبر أجهزتها الإسرائيلية وعبر بلدية الاحتلال محو كل معلم للقدس. هذا الشيء لن يرهبنا، ستبقى القدس عربية صامدة بوجه الاحتلال، سيبقى أبناءنا وأبناء الأجهزة الأمنية وأبناء حركة فتح سدا منيعا أمام جميع مخططاتهم، ولن نرفع الراية البيضاء، ولن يكون فينا من يفرط في حبة تراب في المسجد الأقصى أو القدس بكنائسها ومساجدها. شكرا جزيلا عادل أبو زناد نائب أمين سر حركة فتح لإقليم القدس. أيضا ينضم إلي في سياق هذه النافذة المباشرة لتلفزيون فلسطين مباشر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد العساف، أهلا بك معنا. حملة شرسة، هجمة ضد المواطنين في القدس، ضد القيادات، ضد الأرض، ضد الإنسان، المقدسات. هذا اليوم كان صعبا والليلة الماضية كانت صعبة. تنقل المقدسيون اليوم بين المحاكم من جلسة إلى أخرى. يبدو على الاحتلال أن يعتقل كل الفلسطينيين في القدس من أجل إخفاء حقيقة أن القدس عربية والقدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية. هو يعتقل المقدسيين الذين يعكسون هوية هذه المدينة. ماذا يمكن أن يقال؟ وأنتم نظمتم هذه الوقفة هنا في هذه القرية البدوية في خيمة الاعتصام التي ما زال الاعتصام قائم فيها منذ 6 شهور. يعني أنا أعتقد أنه في المحكات الصعبة يكون انطلاق أو بزوغ الفجر الصباح. أعتقد أن اليوم في وضع يعني قاسي وصعب جدا في القدس،
واعتقد ان الفجر سيبزغ في لحظات قادمه. اننا قريبون جدا من فجر جديد ستخرج جماهير شعبنا فيه لتنتفض على هذا الاحتلال. لن يبقى شعبنا هكذا ولن يستطيع الاحتلال تمرير مؤامرته. واعتقد ان هؤلاء الرجال الفتحاويون، الرجال الفلسطينيون المناضلون الذين يقودهم الاخ عدنان غيث، اليوم مره اخرى يقودون الشارع الفلسطيني ويقودون شارع القدس ويقودون مدينه القدس نحو التحرر ونحو انهاء تهويدها وافشال صفقه القرن هناك. كما قلنا في الخان الاحمر سنسقط صفقه القرن على اقدام وابواب الخان الاحمر، هناك ايضا ستسقط صفقه القرن على بوابات المسجد الاقصى وعلى بوابات القدس وفي شوارع القدس. وهؤلاء الرجال الذين يخوضون اليوم معركه الدفاع عن عقارات القدس وعن هويه القدس وعن التعليم في القدس وعن سلوان وعن شعفاط وعن حي البستان وعن بيت حنينة وعن أزقة البلدة القديمة وعن كنيسة المهد وعن المسجد الأقصى وقبة صخرة، هؤلاء الرجال هم من سيحافظوا على القدس ومن سيقود المعركة هناك. وأنا أثق تماما، الاحتلال جربنا كثيرا ولكنه لم يتعلم الدرس. كلما ازداد الضغط تنفجر جماهير شعبنا في وجهه، وأعتقد أننا أن ذلك يعيد مرة أخرى الكرة من جديد، أن جماهير شعبنا ستنفجر في القدس وفي غير القدس في وجه الاحتلال. لن نترك لا عدنان غيث ولا رفاقه وحدهم في المعركة، ولن نتركهم وحدهم في السجون. والدرس الوحيد الذي نقوله أنه إذا اعتقل عدنان غيث ورفاقه سيجد المئات والآلاف الفلسطينيين الذين سيكملوا الطريق، ولن نتراجع. المهم لن نتراجع عن ملاحقة العملاء والسماسرة وباجئي العقارات والمتاجرين بعقارات شعبنا وبحقوق شعبنا وبدماء شعبنا. لن نتركهم، سنلاحقهم وسنحاسبهم. شعبنا لن يقبل أن يبقى هؤلاء السماسرة والعملاء في صفوفه، سيقاطعهم. أنا أدعو من هنا إلى مقاطعة كل العملاء وكل سماسرة الأراضي، مقاطعة شاملة، من مقاطعة في العلاقات الاجتماعية وفي الزواج وفي المصاهرة وفي كل المناسبات وفي كل شيء. نعم، أدعو من هنا إلى مقاطعتهم جميعا، ولن يبقى عدنان غيث ورفاقه وحدهم من يقودوا هذه المعركة. ووجه التحية أيضا إلى أجهزتنا الأمنية التي أيضا تقف في هذه المعركة سد منيع أمام هؤلاء السماسرة. ونحن في هيئة مقاومة الجلاء والاستيطان أيضا نخوض المعركة في مواجهة محاولات التسريب، ونكتشف دائما أن هناك مزورون، وأن الاحتلال يسعى إلى التزوير. 600 شركة أسست لاستكمال عمليات التزوير في تسريب العقارات، لكن القدس بقيت بأهلها وبمناضليها وبهذا الشعب الأبي في القدس الذي استطاع الحفاظ على عقاراته. هو شعب مؤتمن على هذه العقارات، وأثبت أنه قد على قدر الأمانة في تحمل الدفاع عن عقارات القدس. 3000 عقار في البلد القديمة، 50 عام، يعني كل سنة 3 عقارات من أصل آلاف العقارات. 142 عقار فقط استطاعوا بالضغط وكل الوسائل أن يسيطروا عليها الإسرائيليون، وبقيت 3856 عقار أو 56 عقار بقيت بأيدي الفلسطينيين. هذه معركة طويلة وسنخوضها، وستبقى القدس عربية وستبقى القدس فلسطينية، وسيبقى راياتنا الشامخة هناك. وعدنان غيث لن تكسره لا اعتقالات، وزملائه لن يكسروا. نحن ندرك طريقنا، اخترنا هذا الطريق بإرادتنا. عدنان غيث اختار الطريق بإرادته، ورفاقه اختار الطريق بإرادتهم. لن ترهبنا لا اعتقالات ولا حتى اغتيالات ولا يرهبنا شيء. سنبقى ان شاء الله مستمرون حتى تنتصر القدس وحتى تبقى القدس في هويتها الفلسطينيه والعربيه والاسلاميه والمسيحيه، وحتى يخرج هذا الاحتلال المأفون من هذه الارض ان شاء الله، وننتصر وتكون دولتنا الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف باذن الله. رئيس هيئه مقاومه الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، شكرا على هذه المداخله. اذا مشاهدينا، ضمت هذه الخيمه خيمه الاسناد في قريه الخان الاحمر شرق العاصمه المحتله وقفه شملت مؤتمرا صحفيا ضم عده كلمات كلها اكدت على مخالفه الاحتلال لكل القوانين بهذه الاجراءات التي طبقها بحق المواطنين المقدسيين، وايضا محافظ القدس الذي ما زال قيد الاعتقال هو و 32 مقدسيا اعتقلهم فجر هذا اليوم. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.